حاجة أم عزة، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا زوجي توفى من 5 شهور، توفي إلى رحمة الله، تمام، اتفضلي. ولي أخوات وإخوة. بالنسبة لأولاده، عنده 3 أولاد وكلهم متجوزين، ومحدش فيهم يعني داخل معايا في معاش. تمام. أما جوزي الإخوة، له أولاد، له أخوات كتير، تمام صبيان وبنات. تمام. ليه أخت مات زوجها، تمام. فهل هي تخش معايا في الميراث؟ برغم إن جوزها سايب لها معاش ومعاها منزل ليها ولأولادها ملك، تمام. وعندها أرض وعندها نخل. تمام يا فندم. حضرتك زوجك لما توفي إلى رحمة الله ترك أولادا ذكورا وإناثا، أيوة. ولا إناثا فقط؟ لا، ذكورا فقط. ذكورا خلاص. حضرتك وتزوج. وجود الأولاد الذكور في المسألة يحجب الأخوة الأشقاء، محجوبون، وبالتالي لا يرثون شيئا في الميراث. فهذه أخته التي توفي زوجها أم بقي على قيد الحياة، هي أساسا ليس لها إرث في الميراث، وليس طيب لها في حق المعاش في بداية. الإرث ولا في معاش حضرتك طبعا. ازاي؟ لا لا لا، لا تدخل معك في المعاش، لا في المعاش ولا في الارث، لانها محجوبه حجب حرمان. ألف شكر. عفوا يا فندم، شكرا جزيلا.